بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وخاتم النبيين. أولا لازم نعبركم على السرور ديالي والفرحة ديالي أنني كل يوم معكم في تالودانس. أول خطرة سأحل بمدينة تالودانس، وحقيقة كنت نتمنى نشوف تالودانس أجمل، هي بالنسبة لي جميلة بناسها، لكن ما رأيته في الشوارع لا يفرح. ما بديش نقول الكلام اللي مرة بغي يعيش الناس اللي كيكبروا الشعب، ولكن انا نعطي الله هذا لا انت بين جهة من الجهات واللي كنحس به. كنت نتمنى نشوف يعني جديد تاودات، شي دخله ديال تاودات تليق بتاودات وبتاريخ تاودات، لكن للاسف حتى الدخله ديال تاودات لا تليق بتاريخها وبحمولتها. على اي يمكن يكون عندنا امل في المستقبل، المستقبل القريب او المتوسط. لا معليش، الناس ديال تالودانس من الناس اللي مازال بالنسبه ليا خام يعني المعقول ديالهم، مازال ما دخلهمش هذاك الشيء اللي وصلنا حنا للدار البيضاء، حيت حنا معرضين لواحد التيارات قويه اجنبيه. ف تالودانس بالنسبه لي مازال عندها حصانه، هذاك الصور ديالها التاريخي مازال محصنها، ولو على مستوى الثقافي ومستوى المجتمعي السلوكاتي. فاش وجدت لي دعوة السيدة سعاد حقها ما تردتش، وغادي تكون يمكن أول فرصة ليا باش نكون باش نشوف تاودات، باش نشوف الناس ديال تاودات. فنشكرهم على هذه الدعوة، ونشكر أيضا القائمين على هذا النشاط والصاهرين عليه، لأنه بالنسبة لهم أكيد باش تقوم بهذه المسؤولية ماشي سهلة، وفي هذه الحرارة وفي هذا الجو ونهار السبت واحد بغا يجي يرتاح مع راسو، وحنا مخرجينكم صبروا معنا الله يجزيكم بخير، وشكرا للموظفين.